العنوانني ما تقول من شغلك عني يا شغلني بالعنوانني ما تقول من شغلك عني قول الصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني يا شاغلني بالعنوانني ما تقولي من شغلك عني يا شاغلني بالعنوانني ما تقولي من شغلك عني قول الصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني تحرمنا منك ليه هو احنا لسه تهنينا تحرمنا منك ليه هو احنا لسه تهنينا وفي الليالي زمان دي زمان دا كنا البعضينا دي زمان دا كنا البعضينا يا حرمنا عفوك وحنانك سيبني بعدك أتعذب يا حرمنا عفوك وحنانك وسيبني بعدك أتعذب تحلف لي أصدق حلفانك أشوف أحوالك أستعجب أشوف أحوالك أحوالك أستعجب طاير عالحلوة من الضفاير قلبي من الفرحة طاير عالحلوة من الضفاير على وشيها البشاير على وشيها البشاير قلبي من الفرحة طاير الدم يبقى مية أصعب بين الأسية الدم يبقى مية ده الجمل علي ما تحن علينا يا با ريحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية ريحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية ريح العاصمة الإدارية أم شوارع بنون ريحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية ريحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية ريح العاصمة الإدارية أم شوارع بنون هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا والآخر يوم في حياتنا وإحنا في طريق النور Thank you.
ربنا حارس خطواتنا هنكمل إنجازاتنا، ربنا حارس خطواتنا والآخر يوم في حياتنا وإحنا في طريق النور. مسلم ومسيحي بنعيد علو الدور ربنا شايد، مسلم ومسيحي بنعيد علو الدور ربنا شايد، ده وطننا ودمنا واحد بنقل للحب تزور. هنكمل انجازاتنا ربنا حارس خطواتنا، هنكمل انجازاتنا ربنا حارس خطواتنا والاخر يوم في حياتنا واحنا في طريق النور. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ مساء الجمال. صوم طيب. انت طيب بالصحه والسلامه. صوم طيبين يا جماعه، منورين منورين. انت طيب. اتفضل يا ريس بنجي. مرة تانية أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الكل. طبعا احنا سمعنا دلوقتي بقى ايه الرئيس محمد البنجاوي ومعاه كل الناس الجميلة، مساء الجمال والسعادة والحلويات والكحكة بسكر، وكل عام وانتم بخير. ذكر الرئيس محمد عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك. ايه الاحوال؟ الحمد لله والله. قول لي بتحب دايما تتعرف بايه؟ يعني الرئيس محمد البنجاوي ولا مطرب الصعيد الرئيس محمد؟ يعني بتحب ايه؟ والله انا محمد البنجاوي، وزي ما بتقول الناس في اللي يقول فنان الصعيد وفي اللي يقول الرئيس محمد. ايوه بس انا انت بتحب ايه؟ والله في كده ساعات كده ايه يعني يقول لك لقب كده ايه هو ده اللي بيعز عليا. والله انا عز محمد الرئيس عبد العالي البنجاوي. الله الله الله، نسبه للوالد يعني. الله 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 الله. منين بقى حاج؟ اساسا انا من سوهاج. احسن من ناس. قريه بنجا مركز طحطا محافظه سوهاج. مركز طحطا بلد رفع رفع الطهطاوي. ايوه. الحدوته بتاعت المزيكا جت منين؟ الحدوته بتاعت المزيكا دي اساسا احنا العيله كلها كده يعني. احنا كلنا اخوات واولاد عم. حلو. عائلتنا ده موروث شعبي ليه حوالي اكتر يعني اللي نسمعه عنه احنا 150 سنه. العيله كلها واحنا شغلتنا ان احنا بنحافظه على التراث. حتى تلاقي الالات اللي معايا يعني انا ممكن ادخل الات كهربائيه وأورج ودرامز بس ما استغناش عن ده. بس ده اللي معايا الاساسي اللي انا محافظ عليه. ممكن انا ادخل على حسب الاوردر اللي انا رايحه. بس ده اللي عندنا العظم بتاع الموضوع. تقيسها ازاي؟ يعني انا زي ما قلت لي كده على حسب الاوردر، على حسب الحفله، على حسب البرنامج، بتقيسها ايه؟ على حسب صاحب الاوردر. لا اشرح لك اكتر. يعني مثلا انا رايح مثلا اوردر في فندق في اوتيل او في دار. ماشي. عارف انا مثلا صاحب الاوردر ده من الصعيدي. فلازم ازود معايا المزيكا اللي هي تمشي مع الـ مع الـ مع اللغه اللي يفهمها. يعني هو اللي من الصعيد محتاج درامز. ماشي. محتاج اورج، محتاج جيتار. بس هو طالب الرئيس محمد البنجاوي والرجاله بتوعه، يعني عارف انه هيسمع صعيدي. كلام كويس. كلون في الفرح. ماشي. كلام كويس. بس انا لازم ادي، لازم اراعي عشان انا عارف كل اللي موجودين اذا كان هو، لكن انا عايز ارضي كل الناس من صاحب الفرح. كل الناس اللي قاعده. ليه؟ بالنسبة له كل الناس اللي قاعدة لما هم يبقوا مبسوطين بيا ده مكسب لي أنا. لكن صاحب الفرح شافني ودابني، لكن يهمني أشتغل أكتر على الموجودين. بس أنا عجبني أنه يطلبوا
الرئيس محمد في أفراح هنا في القاهرة يعجبني قوي إن الناس مقبلة على فكرة الفنون بتاعتنا بتاعت الصعيد. والله الحمد لله بفضل الله أنا شغلي في القاهرة واسكندرية أكتر من الصعيد. الحمد لله يعني بفضل الله أكتر من الصعيد. والناس بتبقى قاعدة ومتفاعلة معاك الحمد لله خالص. طب بطبيعة الحال طالما كده هو اللي بيحصل بتلاقي ايه يقول لك ايه والله ده احنا اتشهرنا مثلا بالاغنية الكذا بالموال الكذا الناس بتبقى طالبة حاجات معينة منك يعني احنا غنينا طالبها الناس وحافظاها يعني انا خدت من الوقت انت بتغنينا عن العاصمة الادارية فده جديد أيوة. ده ما اقدرش اقول عليه تراث لا مش تراث لكن انا استخدمت فيه الموسيقى بتاعتي بتاعت الصعيد الله يفتح على حضرتك الالات بتاعتي الله يفتح الله طيب. يعني انا عامل اغاني جديده وكل حاجه وعامل لها يعني عامل له اغنيه اسمها يا عم يا زمار تلحين هاني فاروق ايوه كلمات ملاك عادل حلو وضع كويس طبعا لسه اسجلها وتتظبط ان شاء الله ونعمل عليها بروف اكتر بس من صعيدي برضو اهم حاجه صعيدي ما هو اللي هيخلي الصعيدي صعيدي اللكنه بتاعتنا في الغنى اللكنه والالات بتاعتك والالات بتاعتي لكن اي اغنيه لو احنا قلناها هتشوفها انت بالشكل الصعيدي يعني ممكن نغني النجاة بس بشغلنا وعملتها قبل كده؟ ايوه انا غنوها عادي والله يعني غنيت نجاة صعيدي على رؤية محمد البنجاوي؟ بآلاتنا ونظامنا ونجاة يعني ينفع نعملها النهارده ولا؟ ينفع اللي انت محتاجه خدت نفسك وريحت؟ الحمد لله طب يلا بينا يلا بينا طال حال
حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وبحبك يا حبيبي مهما طال المطار. الله الله الله، ولا كان في تصوري او في خيالي انها تتظبط الظبطه دي. الحمد لله. ظبطتها ازاي؟ والله احنا يعني لما بتبقى اغنيه مثلا ماشيه مع اللون بتاعنا كلحن يعني، وماشيه مع الالات بتاعتنا بنغنيها يعني. عملت بقى كده في اغاني كتير ولا ايه؟ عملت زي لا مش هقومك دلوقتي، لا لا ناخد نفسنا وهنقعد كله. مثلا زي عنابي. عنابي كريم محمود. ايوه كده. مثلا يا صباح الخير يا اهل البندر. يا صباح الخير يا اهل البندر. حلو. الله يرحمها يا رب. يعني زي كده يعني. طب ما ده برضو نصاحه. الصعايده ناصحين برضو، مش زي ما الناس متصوره. لا هم مفتحين. ده سوهاج بالذات بلد المليونيرات. الله. طيب هنا بقى هرجع على مسألة المزج ما بين التراث والجديد. ما بتخافش انه يجي يقول لك والله ده الريس محمد هيبوظ الحاجات التراثية اللي تعودنا عليها، احنا تعودنا على كذا، الالات بتاعتنا هي 1 2 3 4 20، ما ينفعش ادخل اورج كهرباء، جيتار مش عارف عامل ازاي، كلام من ده. اللي انا عارفه بيقول كده ما بروحلوش بالالات الكهرباء، بروح له باللي هو تعود عليه، اللي هو واخد عليه، اللي هو واخد عليه في اوردر صعيدي. خلاص انا عارف حتى الاغاني، عارف هيطلب ايه وانا رايح، عارف ايه اللي هيريحه كويس خالص يعني. بس انت كده تعتبر اول حد يدخل الات جديده على الالات الصعيدي بتاعتنا. هو فعلا على حسب علمي يعني، لو في حد قبل كده. لا هو ممكن اللون الصعيدي يتعامل هنا في القاهره، بس هو ما يبقاش مش بابه. يعني يعمل اللون الصعيدي كزي فرق الاستعراض. ها لكن اللون الصعيدي بتاعنا احنا صعيدي صعيدي يعني. الجدود والوالد سافروا مهرجان موسكو سنة 57 كان مع نعيم عاكف، ويعني الباب ده بتاعنا. صح بتاعنا يعني، من وكله ده موجود معانا. والباب ده انا بدرسه في الجامعة الامريكية، ومعي شهادة تقدير من الجامعة الامريكية. عظيم. الفن الشعبي. عظيم. مع محاضرات مع الدكتور صلاح الراوي. آه. والحمد لله يعني. فده موضوعنا احنا. لما انا ادخل في الات ده بتاعي، لكن في لون الصعيدي بشوفه انا هو كالفاظه والتكنيك بتاعه من الصعيدي، ده هو لبس الدلبيه والعمه عشان يبقى الديكور صعيدي من بره. من بره. لكن صعيدي صعيدي لا. لا طب ماشي. طب قول موال، ما يقولش موال، واللي هو عايز الديكور الصعيدي. فانا علشان اسيب ارضيه زي دي كويسه جدا، وده لون بابنا احنا. فانا حبيت ادخل الالات دي علشان انا اراضي كل السامعين وكل الجمهور اراضيه. الصعيد الحقيقه مليان الوان موسيقيه وفنيه كتير. أيوه. يعني مثلا الكف، فالكف في الصعيد كتير، ما هوش كف واحد يعني. الكف مش حاجة واحدة بس في كل الصعيد ده، هتلاقي كل محافظة وليها الكف بتاعها وطريقته. هو الكف ده لون تبع الأقصر وأسوان أصلا. ما هو في سوهاج لا ما فيش كف خالص. لا سوهاج اللون بتاعنا احنا ده. ها. تروح مثلا أسيوط الإنشاد. إنشاد في أسيوط على طول. طبعا كل زي محافظة الإسماعيلية السمسمية هي والسويس، كل محافظة تتشهر بلون. مثلا جنة
اللي هي الربابة والسيرة الهلالية. اه يعني كل محافظة معروفة دي لونها في الحتة دي. اصلا ليه كنت اقول لك على الكف؟ لان لقيت الكف انتشر فعلا في محافظات كتير، لان هو قايم على فكرة الارتجال. بس كمان انا عارف انه حتى الغنى بتاعنا في الصعيد وتقول الموال هو ممكن ارتجل في نص الموال، صح؟ اي وساعات بتحصل لك بقى لو انت موجود، مش هسيبك بقى من البرامج، سهل انك انت فجأة زي ما عملت لي كده سلام مخصوص وبسطتني وفرحتني وشرفتني بيه، لكن ممكن تبقى مثلا موجود في حفلة، في فرح، في حفلة كبيرة، في مكان، وتلاقي نفسك عاوز ترتجل وترتجل على طول، ولا بتحضرها على يعني؟ لا ما بتحضرهاش. ليه؟ وتبقى فيض من ربنا. ممكن واحد يعني واحد تقول له الصبح ارتجال، واحد يقف قدامك حتى الغنية اللي انت حافظها ما تحفظهاش، تسيبها وتخش بقى انت، دي من ربنا بيحصل. انك انت مثلا في موال الواحد انا عامله، اسمع كلام زين جاي له محمد الرئيس، الجول ده كاري وكل كلام له رئيس، موالي معروف من بين الفنون رئيس، علمنا ابويا الكلام شعبي وبنجاوي، وانا جاي من بلاد الصعيد لكن الاصل بنجاوي، انا ابويا رئيس لكن الشهرة بنجاوي، للفن غاوي واسمي محمد الرئيس. الله، ده تعريف البلد. وتعريف ان الوالد الرئيس عبد العال في الموضوع هو اللي علمني. لاي حد مثلا مش عارف او ما عندوش فكره عننا، فده تعريف معرفك بيه على هيئه موال. بستخدم الموال بتاع التعريف ده في اول الحفله دايما؟ لا مش بالضروره. لا مش بالضروره طبعا. تستخدمه امتى؟ لا استخدمه مثلا في نص الحفله، الحفله مستدعي ان انا اقوله، لكن ان انا بدات مثلا الحفله بموال تعريف بنفسه وده فرح، لا هو انا لا العريس الاول وهيص الدنيا وده في نص الحفله مثلا، ده اللي على العريس. لكن لو انا قلت كده يبقى الفرح ده معمول عشان انا مش عشان العريس. يا سيدي وماله، خلي الفرح فرحين، ما يقولش لا. بس ادي الفكره يعني. ايه اللي اتعلمته من الوالد؟ اكتر حاجه حاططها حلقه في ودانك ما تسيبهاش. بالنسبه للوالد كشغله يعني، هو التكنيك بتاع يعني في حاجات انت تبقى فاهمها بس ما تعرفش تشرحها. التكنيك بتاعه في الجول هو كان ليه شكل تاني. اختار الكلمات مش اي كلام يقوله. وكان هو في الصعيد في صهاد تقول الرئيس عبد العال البنداوي، يبقى اللي تجيبه ناس معينه يعني. هو كان عمل حفلات قدام الرئيس السادات في صهاج عندنا، ايوه، والوزراء، وما يعني ما كان اسمه معروف يعني. فهو كان تكنيكه الموال والكلام يختاره كويس. رئيس البنجاوي راح للاتحاد السوفيتي في عزه، الله يفتح عليه يعني. فكان هو ليه تكنيك في الموال ويختار الكلمات، تختار الكلمات اللي هي ما تعملش مشاكل معنا في الصعيد. دي اهم حاجه كان يعملها هو. كانت تبقى في عائلات في الفرح ممكن يكون في مشاكل بينهم وبين بعض، فلازم انت تختار الكلمه عشان ممكن يحصل مشكله، لازم تبقى القعده هاديه. يعني كان في موال هو دايما بيقوله اخره الموال، يقول لك ايه؟ تنفيذ غرضك على خصمك وموت بعدين. طب هل لو في حد مع مشكله ينفع اقول؟ ما ينفعش، انا كده هقوم الدنيا. هو غيره، انا خاطر ازور النبي واشاهد الحرمين. حلو. كان هو حياته ان هو يهدي السر بين الناس، انه ما يشعلش. ممكن يقول يا رب تصفي قلوبنا ونحب بعضينا وندمع الخير ونعز بعضينا، احسن عباده محبتنا في بعضينا. الله. كان دايما يسعي للموضوع ده. ده اللي انا اتعلمته منه يعني. طب ممكن يعني كرامه للوالد بقى نسمع حاجه من الحاجات بتاعته بصوت ابنه الرئيس محمد؟ ممكن. استاذنك. ماشي. اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين؟ اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين؟ من قلة البخت مش عارف اعاتب مين.
عملت طيب وكان أملي يكون طيب. عملت طيب وكان أملي يكون طيب، لكن جميلي حدا الميلين ما بنوش، لكن جميلي حدا الميلين ما بنوش. واللي مشيتهم ما شفتش منهم طيب، مكروا جميلي وساعة الجد ما بنوش. أنا قلت للقلب توبة ما روحش نواحيه، مادام نصيبي كده يبقى ما تتعبنيش. وقلت للعين تبطل نوح نواحيهم، مادام ظروفي معكسة والزمان مايل، مادام ظروفي معكسة والزمان مايل، حمل المشيئة على كتف اليمين مايل. من عشرة اللي أتاري فرعهم مايل، نسيوا الجمايل واحد كلم وعاتب مين. أهو أهو جرحي فين هلقى دواء. جرحي فين هلقى دواء. جرحي فين هلقى دواء. جرحي فين هلقى دواء. من العمر اللي ضاع في النفاق وفي الخداع، من العمر اللي ضاع في النفاق وفي الخداع، كسروا البع والدلاع، كسروا البع والدلاع، والحنين زاد أساء. جرحي فين هلقى دواء. من العمر العدى في الخصام من ده ومن ده، من العمر العدى في الخصام من ده ومن ده، والأذى من ده ومن ده، والأذى من ده والله.
في ضحك قدامي ولقيته عوام ولا غاني وتركني وراح ولا داني وتركني وراح ولا داني مش قادر أبد أهياني خليك مع الله تقوى مع الناس حسن سؤالك خليك مع الله تقوى مع الناس حسن سؤالك وعمل في قلبك تقوى تقوى تنفع عيالك ده انت صحيح دمك شربات بحبك بحبك ما تقوليش ما تعدليش ما تقوليش ما تعدليش ده انت صحيح دمك شربات بحبك بحبك ما تقوليش ما تعدليش ما تقوليش ما تعدليش ده انت صحيح دمك شربات بحبك بحبك ما تقوليش ما تعدليش ما تقوليش ما تعدليش ده انت صحيح دمك شربات بحبك قلبي خلاص اشعلك بيك بحبك بحبك قلبي خلاص اشعلك بيك بحبك صح حضراتكم يا رب تكونوا بخير وكل سنة طيبين مرة تانية. خلوني بقى أجدد الترحيب مرة تانية بضيفنا العزيز والمجموعة الرائعة اللي موجودة معانا الرئيس محمد البنجاوي والرجال. بالمناسبة احنا عايزين نتعرف على أسماء الرجالة واحد واحد. عرفنا يا باشا. هنبدأ من اليمين. نبدأ من اليمين اهو. الرئيس حسنين. الرئيس حسنين. منور يا رئيس. الرئيس يوسف. الرئيس يوسف. يوسف عشت الاسامي يا يوسف. والرئيس صابر. رئيس صابر. مساء الجمال يا رئيس صابر. الرئيس عصام. الرئيس عصام. والرئيس محمد. والرئيس محمد انا مش هشوف معانا عندي بقى عشان نبقى مستخبي جوه. شاور لنا يا رئيس محمد. ايوه ايوه. والرئيس عبد الرحيم. والرئيس عبد الرحيم. والرئيس حماده. والرئيس حماده. والرئيس ابراهيم. والرئيس ابراهيم. والرئيس احمد. والرئيس احمد اهو ناحيتي انا كده اشوفك يا رئيس. أيوة. احمد منورين يا جماعه والله العظيم تعبينكم دايما كده ومسهرين. أيوة والله ده احنا لنا الشرف يعني. لا لا ده انا اللي اتشرف. سؤال بقى، هل اي حد ينفع يغني صعيدي وتراث بما انه من الصعيد يعني، ولا هي زي ما يقولوا كده الشغلانه ليها ناسها؟ هو في يعني في حاجه مش الغنى بس، ربنا بيحط الموهبه في حد في شغلانه حتى. صح. في الاعلام طبعا في اعلامي زي حضرتك كده بسم الله ما شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك. وفي زي كده في كل شغلانه ليها ناسها ليها الباب بتاعها. ما كانش ربنا حط الموهبه والتكنيك بتاع الشغلانه مش هينفع، لازم يكون موهبه ربنا موجوده. بعد كده مع العلم والخبره بتضيف مع الموهبه ومع الخبره بيبقى حاجه كويسه وصيته يسمع.
لكن لو هو عايز يشتغل الشغلانة وما فيش الموهبة بتاعت ربنا ممكن يشتغل ويأكل عيش بس ما يستناش. يعني تبقى ماشية تمشي بس ما ينتظرش الأضواء وال... لا مش هنلمع. لا بأمر الله يعني. هو بس بأمر الله يعني. بس احنا بنحكم في الأسباب. صح كله بأمر الله. بس ايه الأسباب؟ أسباب الشغلانة واحد اتنين تلاتة مثلا. ما عندكش وإذا لمع وما عندوش أسباب الشغلانة دي بتاعت ربنا دي لا اعترض. حاجة تانية. لكن لازم يكون في الناس بتعمل الأسباب الصحيحة فيها الموهبة وفيها أصول الشغلانة. فيها أصول الشغلانة بس رقم واحد في الحكاية بتاعت ربنا طبعا ما فيش خلاف الموهبة. وبعد كده طول ما الموهبة موجودة يقدر يشكل فيها زي ما هو عايز مع الخبرة يعني. حلو. هنا أفكر يمكن معاك أسألك بصوت عالي زي ما يتقال كده. غير الوالد مما لا شك فيه تمام. تحب مين تاني؟ يعني مين اللي تحب تسمع له؟ كان هو بالنسبة في اللون ده بالظبط كان الرئيس حفني أحمد طبعا ده بسم الله ما شاء الله يعني أحب أسمعه كويس طبعا وطبعا معروف الفنان محمد طه دي حدا معروف يا سلام واللي هو خضر محمد خضر ده كل اللون دول دول وابو دراع دول اللي هم العظماء. وانت كراجل شغال في المهنة لازم تسمع كله لازم تستفاد من حتى لو مش من هنا حتى لو من مش هنا. لوني يعني كل سمتهم لك دول مش لوننا احنا اللي هي المزمار والارغول والالات دي هم ليهم لون تاني خاص بيهم لكن انا لازم اسمع كل حاجه. اي حاجه حلوه لازم اسمعها. تسمع علشان تتبسط ولا بتسمع علشان تعرف ولا بتسمع ممكن تروح واخد حاجه؟ لا ما لو انا ما اتبسطتش عمري ما اتطرق له واسمع له يعني انا رايح له ليه؟ علشان حلو كويس وكويس خالص. ولو ده وانا هسمعه ده حاجه ده ممكن اخد منه حاجه فعلا ويبقى انك انت تاخد من حد زي كده دي حاجه كويسه في حقك يعني لكن لو واحد مش انت ما بتحبوش عمرك ما هتروح له ولا تسمعه عشان تاخد منه حاجه. الفن بتاعنا ده زي ما هو ولا بيتطور او بيحصل فيه تغييرات؟ هو زي ما هو بس لازم يتعاد توزيع يتعاد التوزيع بتاعه. ليه؟ علشان لو في حاجات ما اتعادش توزيعها واتطورت مع الوقت بتنتهي. ما تبقاش متواكبه بقى مع الاجيال الجديده مع العصور الجديده. خلاص 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 اتركنت. لكن انت لازم برضو بلونك عشان توصل رساله كويس وتوصلها لكل الاجيال وللشباب لازم انك انت تعيد التوزيع توزيع الشغل. يعني هي الاغنيه ممكن اعيد توزيعها انا برتم الحالي الريتم الايقاع والكلام ده تمشي مع الوضع. عملت كده في بعض الحاجات. ايوه عملت وشغال. يعني انا حاليا كل تركيزي ان انا بعمل توزيع لكل الاغاني التراثيه. كل التراث كل التراث بتاعنا بتوزعه من اول وجديد. بعمل له توزيع من اول وجديد وشغال حاليا مع استاذ اشرف البرنس بوزع في اغنيه تراثيه برضو. لازم ان انا يعني ممكن اجيب كلمات جديده وكل حاجه بس انا مش يعني الحاجات دي ليها معنى عايز المحها واظبطها واروجها بحيث اقدر اقدمها كويس. يعني خساره تندثر يعني خساره تندثر. وبعدين انا في رايي صححني انت ادرى انه الكلام نفسه هو بيبقى يا حكمه كبيره جدا على بعضها يا اما حكم قاعده بتترص جنب بعض حكمه بتجيب التانيه بتجيب التالته. فمش عاوز اضيع ده. الله يفتح على حضرتك. اللي هو هنا بيقول ايه فن يقدم رساله. صح هو ده. ما هوش كلام موزون. لا لا, لا 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 مش 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 انا اجيب مثلا اغنيه على اهم حاجه على الوزن واجلب. لا لازم كله من اوله ومن بدايته لنهايته. يعني انا لما اقول مثلا اروح للمول لسه جاي له اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين؟ واحد بيشكي زعلان من قلة البخت مش عارف أعاتب مين. عملت طيب هو قدم الكويسة عملت طيب وكان أملي يكون طيب لكن زمايلي حدا المايلين ما بنوش. لكن الجمايل اللي أنا عملتها مع الناس ما بنتش. واحد بيتكلم على حاله رحت أنا راح قال إيه أنا قلت للقلب توبة ما روحش نواحيهم ما دام نصيبي كده يبقى ما تتعبنيش. واخد بالك من واحد بيحكي على حال واحد كان كويس وعمل طيب مع الناس وما لقيش الكلام ده. فتلاقي الكلمات لها معنى وكلمات محترمه. لكن دلوقتي اقدر اقول كلام يا كلام بيبقى
ممكن عايز يوصل نفس الرسالة دي بس في ألفاظ ما تنفعش معانا كمجتمعنا المصري. لا وبعدين أنا لاحظ برضو أن الكلام بتاعنا في الصعيد هو دايما تلاقي كلام في عزة نفس، يعني أنا ما تكسرش، غلطان أبقى غلطان بس ما تكسرش، دي حاجة تانية. أي. ففي طول الوقت عزة نفس كده. مظبوط، بتبقى أنك أنت بتوصل رسالة بالنسبة للشاعر الصعيدي اللي كاتب بيوصل رسالة، ما هو الشاعر نفسه ما هو صعيدي، ما هو صعيدي وعنده عزة النفس، صح، فعمره ما هيطلعش من الدائرة دي، هيجسد المشكلة اللي حصلت في الصعيد فعلا عشان هو صعيدي. لكن لو واحد مش صعيدي وكتب الكلمات دي لازم تجع منه حدات. تعرف انه حتى المزيكا بتاعت الصعيد تحس ان فيها قوة كده، يعني الدفوف مع المزامير اللي شغالة هي مش مزيكا عادية، يعني ما هياش نوعمي زي ما يتقال، هي جامدة شديدة قوية، عشان هي الآلات اللي موجودة معانا آلات حادة. آه. كآلة المزمار. آه. آلة حادة. لكن لو أنا شغلت الكولة والكمان والقانون وكله ده وعلى إيقاع ورق والدنيا. آه. ودندنة. آه. لا احنا نظمنا الآلات المزمار هتلاقيها حادة شوية في الجول، حتى بالنسبة كشغل أنا اللي بيغني على آلات المزمار. بالنسبة للآلات التانية تنزل التون على راحة الفنان، يعني انت راحتك فين؟ بيدوله السكة ينزلوا التون الآلات على راحته، لكن هم ثابتين، لازم انا اللي اروح لهم، حتى لو انا تعبان لازم برضه اروح لهم على الطبقة بتاعتهم. لكن اي آلات تانية بتنزل التون وتظبط التون على راحة اللي بيغني. دي لا ما عندناش احنا، انت لازم اي واحد فنان شعبي تلاقي صوته دهور شوية. ما شاء الله، صح، يعني اي واحد في العظماء وفي اللي شغالين في الفن الشعبي لازم يكون صوته دهور. اي واحد شغال الالات دي لو يشتغل هنا ممكن امكانياته ما تجيبش على القصه، ما يقدرش، فهو عايز التون ينزله له براحته ويشوف ايه اللي مريحه وهو الفرقه تروح له، لكن ما عندناش احنا. لا صعيدة قويله، انت هزار ولا ايه؟ طب تسمعنا ايه؟ اختار لي انت حاجه. اسمعك اغنيه يعني يا حلو اللي ما فيش منك. والله ده اللي حلو وما فيش منك، بتشرح حاجه كويسه يعني لحد عزيز عليه. يا ريت، يلا بينا. ماشي. يا حلو يا اللي ما فيش منك ماليش غنى ابدا عنك، يا حلو يا اللي مفيش منك وماليش غنى ابدا عنك وماليش غنى صلحني أغلق وقلقك
غضب ودايما تصالحني تعاكل ودايما تنصحني وماليش هنا وماليش هنا ابدا عنك يا حلو يا اللي مفيش منك وماليش هنا ابدا عنك وماليش هنا وماليش غنى ابدا عنك عقلك وقلبك تسامحني طاقتك ودايما تصالحني عقلك وقلبك تسامحني طاقتك ودايما تصالحني دعاكل ودايما تنصحني وماليش غنى وماليش هنا ابدا عنك يا حلو يا ماليش منك وماليش هنا ابدا عنك وماليش هنا وماليش هنا ابدا عنك تنتع وجودك ويايا نسال عذابي وشكايا وجودك ويايا نسال عذابي وشكايا انت طبيبي ودوايا وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك يا حلو يا اللي مفيش منك وماليش غنى ابدا عنك وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك اغلط وقلبك تسامحني واغلط ودايما تصالحني اغلط وقلبك تسامحني واغلط ودايما تصالحني عاجل ودايما تنصحني وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك يا مفيش منك وماليش غنى ابدا عنك وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك ده يا حرام عليك غيرك حبي ده انت حياة روحي وقلبي يا حرام عليك غيرك حبي ده انت حياة روحي وقلبي عايزك تكون دايما جنبي وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك شفتك ورأيتك في القطح دسك يا هويتي أنا لما شفتك ورأيتك في القطح دسك يا هويتك وبتملي في البلاص كان عقلي شت خلاص بتملي في البلاص وتملي في البلاص كان عقلي شك خلاص تملي في البلاص كان عقلي شك خلاص لك وردتين والغال يا حليوة يا لابسة الشال الله 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 أحسنتم اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا قول لي عملت بقى جولات خارجية بره مصر ولا لسه؟ لا والله حاليا لسه في الخطة؟ طبعا بس يعني أنا اللي هاممني دلوقتي أكتر إن أنا أظبط المزيكا على التراث بتاعنا
عايز تظبط يعني. انت قلت لي انا بشتغل دلوقتي على اعاده توزيع كل التراث. اي اللي بتفكر فيه من وراء اعاده التوزيع عاوز توصل بيها لحد فين؟ اوصل ان انا يعني مثلا زي بالنسبه احنا شغلنا في القاهره كويس جدا حلو، بس دايما يكون مثلا اللي هم الصعايده اللي قاعدين في القاهره اللي هم الصعايده في اسكندريه فدول اللي هم مخلين شغلنا احنا اكتر في القاهره واسكندريه في العاصمه يعني. انا عايز زي اللي فاهمني الصعيد كويس، عايز برضو اللي هو مش من الصعيد يفهم برضو فننا كويس. فانا عايز ادخلهم الباب بتاعه برضو في حدود كلماتنا الكويسة وكله كويس ومن غير ما بقى أثرت على اللون. أيوة أنا ممكن اللي هي التوزيع يتعاد والريتم يتعاد طريقة الإيقاع. طب لو إحنا غيرنا طريقة الإيقاع دي ما تأثرش على اللون بتاعنا؟ لا ما تاخدنيش في إيقاع تاني؟ لا ما تاخدنيش، طول ما أنا محافظ على عظم الأغنية اللحن والكلمات دول أهم حاجة. بس برضو الريتم يعني لا ما ده يعني نفس القصه يعني رتمي معايا نفس القصه، بس بدل ما تعمله الطبله الصغيره دي هيعمله الدرامز. كده بدات افهمك مع القصه كلها. فهو هو لغته اساسا الدرامز والجيتار والاورج، ده اللي هو اللي هنا ودنه معتاد عليه. حلو، فانا هدخله من طريقه بس هطبق شغلنا. فدي اكتر حاجه شغلك دلوقتي؟ اكتر حاجه حاليا. طيب هستأذنك هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل كلامنا، لأن أنا بيني وبينك مشغول بقصة إنك تكمل المسيرة وتسافر. يعني نفسي أشوفك بقى في حفلة مثلا في الصين، وحفلة في روسيا، وحفلة في أمريكا، وحفلة في فرنسا، وحفلة في إحنا عاوزين نغزو العالم إن شاء الله. والله بتكلم بجد إن شاء الله. هنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. فرحتي انا جالي جواب وشفت فيه اسعد خبر، يا فرحتي انا جالي جواب وشفت فيه اسعد خبر، وحبيبي من بعد الغياب بكره هيرجع من السفر. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي انا جاني دوام وشفت فيه اسعد خبر، وحبيبي من بعد الغياب بكره هيرجع من السفر. يا فرحتي يا فرحتي خلاص يا شو محبوبي جاي من بكرة بس حودعك، ما خلاص يا شو محبوبي جاي من بكرة بس حودعك، مادام حبيبي حيبقى معي ما فيش بعد هيردعك، ونهني جنبي بعد العذاب ونهني جنبي بعد العذاب، نسهر سوا طيب القمر. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي مكان جوابه وشفت فيها سعد خبر، وحبيبي من بعد الغياب بكره حيرجع من السفر. يا فرحتي يا فرحتي هبلي بإيديا الشربات واسقي اللي يديها النونة، هبلي بإيديا الشربات واسقي اللي يديها النونة، وكل من سمع سلامات حنشكر اللي حيونا،
مدام أعز الناس حضر يا فرحتي يا فرحتي. يا حلو يا زين يا صعيدي اسمك كتبته على ايدي. هيا حلو يا زين يا صعيدي اسمك كتبته على ايدي. هيا حلو يا زين يا صعيدي. هيا حلو يا زين يا صعيدي اسمك كتبته على ايدي. هيا حلو يا زين يا صعيدي. هيا حلو يا زين يا صعيدي اسمك كتبته على ايدي. يا ريت الحب دي كان بيدي. هيا حلو يا زين يا صعيد. يا حلو يا زين يا صعيد اسمك كتبته على ايدي. هيا حلو يا زين يا صعيد. وقفت شويه يا نسع المي شافت جمالها باين في البي. وقفت شويه يا نسع المي شافت جمالها باين في البي. انا قلت يا حلوه تعالي شوي قالت لي خدني وعالبر. يا حلو يا زين يا صعيد اسمك كتبته على ايدي. هيا حلو يا زين يا صعيد. وقفت شويه يا نسع المي شافت ملها بين في الضل. انا قلت يا حلوه تعالي شوي قالت لي خدني وعالبن. يا حلو يا زين يا صعيد اسمك كتبته على ايدي. يا حلو يا زين يا صعيد. ولما دخت عليها كتير شفتها عجلتي كالحيطي. انا لما دخت عليها كتير شفتها عجلتي كالحيطي. ولابسه موضه وشعر طويل فستان مخلع ومقصه. فلاحة وعايزة تيجي البندر تلبس محارير وتتغندر تخرج تتفسح في البندر. فلاحة وعايزة تيجي البندر. إلى ذكر وزمننا زمن الملوك لماضي الصفيح بطلوها. ده في الناس كانت بلقات صباحت تحلف طابوها.
الحاجات اللي أنا سمعتها في حياتي. أحسنت 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 تعبيبك إحنا معانا. لا تحت أمرك. نقعد ندردش شوية. لا. تاخد نفس وتشرب كوباية مية. شوف شوية مية. بالرئة كراجل. بقى أنا كنت بقى بقول لك أنا مشغول أصلي بقصة حكاية الحفلات اللي تتعمل بره دي. وخصوصا لما ابقى شايف انه ده احنا عندنا مزيكا ما حصلتش وفنان عارف هو بيعمل ايه وبيطور فيها وبيحافظ على في نفس الوقت اللون التراث، يعني خساره. والجماعه الاجانب فعلا بيحبوا اللون ده قوي، يعني يحبوا لوننا احنا خالص بصراحه. يعني التجربه بتقول كده. ايوه طبعا. بس احنا برضو يعني في حاجه مهمه، يعني احنا مثلا عايزين شويه اهتمام شويه. قول لي ايه اللي بتفكر فيه؟ بفكر ان يعني انا عايز اهتمام من الدوله شويه على اللون ده. عايز الدوله تعمل ايه؟ انا بفكر بصوت عالي يعني. تمام. انا عايز الدوله يعني تساعدنا عشان احنا نستمر يعني. انت عارف الدنيا رايحه فين في بالنسبه للفنون؟ ممكن انا عشان الشغل يبقى اكتر اغير الموضوع ده خالص. انا مش عايز كده. فانا عايز الدوله تساعدني اكتر، اعمل حفلات اكتر، احضر في مسارح كبيره اكتر الى اخره. بالزبط. والله في جولات بتتعمل بره مصر، يلا بينا يعني. بالزبط. وكله يبقى تحت رعايه الدوله. بالظبط. وتمام. وده اللي طالبينه، يعني انه يبقى في رعايه يعني. والله انا اتمنى يعني انا ضم صوتي لصوتك ان ده يحصل، واعتقد ان ده برضو ممكن يبقى موجود في الحسابات زي ما بيتقال. يا ريت والله يا ريت. يعني في حاجات كتير، مثلا في تعقيب بسيط يعني. بالنسبه للحفلات اللي بتتعمل بتبقى مثلا دي اساسها في الصعيد، ليه ما يمثلش الحفله دي حد من المحافظه؟ ماشي. يبقى يجي واحد من القاهره يمثل. ما هي الصعيد هو اللون ده. والمحافظه هي اللون ده. يعني يجي حد من القاهره، اولا على عيننا وعلى راسنا ينور. لا على راسنا من فوق. انا بقول لك ينورنا يعني وسهلا. بتبقى لكل الموضوع، حتى الديكور ديكور صعيدي. ليه في الحته دي ما كملها؟ ماشي فكره برضه. بس يعني طيب معقول كلام معقول. ده الفكره. كلام معقول، كلام معقول جدا. طيب يمكن برضه انا قاعد عمال بفكر كده، قاعد عمال بتفرج على الغنى وحاجات زي كده. هو ممكن مش بقى بس الرئيس محمد اللي يرتجل، ممكن حد من اخواننا العازفين بقى يرتجل هو على الآلة بتاعته، يعني عارف كده ايه، فجأة يلاقي نفسه بيتجلى كده. أيوة. وعاوز يكمل. اي ممكن يعمل سولو ممتاز خالص. اي آلة فيهم تعمل يعني، خلي يعملوا سولو حلو جميل. وانت عادي تقدر تستقبل ده وتلحق معاه يعني، تديله فرصته، تديله المساحة. ما احنا شغلنا كله يعني بالنظرة، اللي هي احنا مش نوتة يعني. ارتجال وفهمه يعني. لما صح هي ما هياش نوته. لا هي بالعينين. فهمه بيعمل ايه يعني. ممكن ادخل من اغنيه لاغنيه وهو معاك، ويا حد ما يشعرش بيها، علشان هو يعني مع داخل في القصه ومن الموضوع يعني. اهم حد يكون هو ايه من الموضوع يعني. يا اخي الصعيد ده غني جدا. والله غني، مليان حاجات حلوه خالص قوي. والله قوي والله. في كل المجالات. لا هو في كل حاجه. أيوة. يعني في الفن اقعد بقى اتكلم من هنا لحد سنين جايه. أيوة. حتى الناس ما تعرفش شكل الريف في الصعيد عامل ازاي. اما يشوفوا شكل الخضره على النيل، ويمكن في البعيد تلاقي شويه رمله الصفراء. بالظبط. التناغم ده مع السماء. أيوة. ده ريف ساحر. حصل ساحر. هتلاقي شكل الجبل في الخضره، بعد كده الميه النيل. لا هو منظر. أيوة. ساحر ساحر. ايوه حصل. وبالتالي علشان كده لازم هتشوف فن برضه مختلف، لانه فن جاي من الصوره الجماليه دي. من البيئه دي طبعا، والنشأة دي. بالظبط. بتبقى حاجه حلوه، وبعد كده معتمدين على الطبيعه حتى في الالات. طبعا. ما هي كل الالات دي مواد معموله من الطبيعه بتاعتنا في الصعيد. يعني المزمار من خشب المشمش. الارغول من اللي هو الغاب اللي بيطلع على شط النيل ده. فكل حاجه هم يعني اتصرفوا يعني. والايقاعات والطبله بتبقى جلد والايقاع، بس مع الوقت هو جلد واللي هو طبعا الفخار. الجديد دلوقتي بلاستيك. ايه الجديد بقى دلوقتي بلاستيك خلاص. ما هو دي لازم. لسه بنستخدم الجلد؟ لا لا هو بلاستيك ليه؟ ما الجلد ما ينفعش معايا يعني. انت مثلا في برنامج زي كده لازم كل شويه اسخنها.
الوضع أدبرك إنك لازم تبقى الموضوع بلاستيك يعني. بس معايا الاثنين الكبار دول جلد. الكبار دول جلد؟ أي اه ما باينه ايه بالعين مش لا كده لا جلد جلد يعني. بتسخنهم برضو عشان تتشد كده؟ ايوه لا يهمني ان يبقى وضعهم يبقى دول مش مشدودين عشان يدوني الدم الدافي يدي براح في ايوه لطعمه. طيب معين احنا الوقت للاسف جري حبتين مش عارف ليه، بس هو كده يعني لما بيبقى القعده حلوه والناس جميله وحلوه وزي الفل والمزيكا ما حصلتش فالوقت يجري. انا هستاذنك على مزاجك اختار حاجه تبقى دي خير الختام ومسك الختام. تمام على خيرة الله. أنا أشكركم. أنا يا جماعة هسيبكم أنا مع رئيس محمد البنجاوي والناس الجميلة الرائعة اللي بشكركم ومصهرينكم، وربنا يخليكم يا رب ويعزكم ويرفع قدركم دايما. ربنا يبارك. سمعنا يا باشا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. شمع العز يجيب النهارده احلى عيد، جيت يا شمع العز يجيب النهارده احلى عيد، كل عام عيد بسلام واحلى نفس الجديد، جيت يا شمع العز يا شمع العز يجيب النهاردة أحلى عيد، كل عام يجيب سلام واحنا لابسين الجديد، جيت يا شمع العز مالك ومال الهوى ياللي انت مش جد، 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 مال الهوى ياللي انت مش جدته، لموك العوازل يا ناوي الجمال وطالع ونازل بتبني الامل، لموك العوازل يا ناوي الجمال وطالع وناس بتبني الامان، بنت امل في الهوى قام الهوى هات، بنت امل في الهوى قام الهوى هات، مالك ومال الهوى ياللي انت مش جدته، وحياتك يا مصر يا بلد يمني يم الأهرام، لفديك بروحي وبولدي ومقامك، فكل مقام عايزت فخيري بماليش غيري، عايزت فخيري بماليش غيري، وحياتك يا مصر يا بلدي وحياتي، يا مصر يا بلدي يا مني يا من أهرى أبديك بروحي وبولد ومقام، كل مقام عشت الأرض اللي سموها التاني ريح رعاها ليل ونهار، ليل ونهار
يعيشوا فيها أحرار. وحياتك يا مصر يا بلدي يا من الأهرام أبديك بروحي وبولد ومقام كل مقام. يا مصر يا بلدي طول عمري بتهنى بنيلي وهواكي وجنة أراضيكي جنة أراضيكي. طول عمري بتهنى بنيلي وهواكي جنة أراضيكي جنة أراضيكي. وبحب يا مصر يا بلدي لا أحبك يا مصر يا بلدي. أبويا موصين عليك موصين عليك. أنا عشت في غيرك بماليش غيرك عشت في غيرك بماليش غيرك. وحياتي يا مصر يا بلدي